صديق على الشوق شفت غير مرحبا بكم في هذا البث المباشر العاجل مباشره من مدينه المحمديه. هنايا هاد الناس هادو ساكنه ديال واحد الوداديه اللي تعرضوا للنصب من طرف هاد الوداديه هادي. تيقولوا هاد الناس بلي ساكنين لمده ازيد من 30 سنه. كاين اللي مخلص 20 مليون، كاين اللي مخلص 21 مليون، كاين اللي مخلص 10 مليون، فهما لحد الان ازيد من 30 سنه وباقي ما استافدوش، باقي ما خداوش الحق ديالهم. اليوم الوداديه قرروا انهم يحتجوا باش يدويو على الحق ديالهم، باش ياخذوا الحق ديالهم. كيتفاجئوا ان الوداديه غلقات الباب في وجههم، كتقول لك انهم رافضين ولو انهم يتواصلوا معاهم. فمعنا الساكنه ديال الوداديه هذه، المستفيدين من الوداديه. ابقوا معنا غناخذوا الكلمه ديال احد المستفيدين كما كتشوفوا معنا وتدير متشبعينا. شريف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المستفيدين ديال الوداديه هذه بغينا نعرفوا عملية النصب اللي تعرضتوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم بعدا عطيتونا الكلمه باش نوصلوا الراي ديالنا للعام والمسؤولين. هاد الوداديه حنا كمنخرطين تاسات في عام 1990. كان هذيك الساعه واحد الرئيس الله يرحمه سميتو البوعزاوي دام المده ديالو شي 10 سنوات. 10 سنوات هو رئيس الوداديه. تماما. تقريبا. توفى الله يرحمه. من بعده كان هذا السيد الرئيس الحالي كان النائب ديالو تنصب رئيس بدون جمع عام. واش تم انتخاب ديالو ولا انتخب راسو براسو؟ انتخب راسو براسو، ما كانش جمع عام. انا غنجيك من بعد. دونك ملي انتخب من هذيك الساعه لحد الان ما عمرو دار شي جمع استثنائي ويعطي فيه تقرير مالي وادبي للمنخرطين. وهذا الشيء منصوص عليه في القانون الداخلي ديال الوداديه، ديال الوداديه ديالنا، كما منصوص عليه في جميع الوداديات. من القانون خص واحد الجمع يكون كل عام يعطي فيه تقرير مالي وادبي باش يعطي الناس فلوسهم. حيت هاد الناس المنخرطين، هاد الوداديه راه الناس المنخرطين هما اللي شاريين الارض وخلصوا التجهيز. خلصوا التجهيز هاد الوداديه قاومت تجهيز تقريبا ب 610 دراهم للمتر، كل واحد حسب المتراج اللي شرا خلص عليه. يعني 610 درهم للمتر. 610 درهم باغ اكزومبل، انا عطيت شي 100,000 درهم، كاين اللي عطي 40، كاين اللي عطي 60، على حسب المساحه اللي شاري. دونك هاد المكتب ما وفاش او ما طبقش القانون الداخلي وبقى غادي. هاد القضيه انا جيت كنهضر معاه قال لك سيدي ما طبقش القانون الداخلي غادي غير عشوائيا، وما يمكنش هادشي. ما علينا في الوداديه وغادي عشوائيا. تماما هادشي باش غادي. ولكن اسمح لي غادي نقاطع، بغيت نعرف شكون اللي انتخب هذا الرئيس ديال الوداديه هادي من بعد ما توفى هذاك السيد اللي انتخبتوه الثومه. اخي بحالي بحالك لحد الان، الا كان شي اخ عارفه كيفاش عارفه كيفاش ينتخب يقولوها. يعني شو واحد ما عارف هذا السيد هذا شكون اللي انتخبوا؟ ما حتى واحد. حنا مثلا دابا في القانون الداخلي كينص على كل ثلاث سنين خصو يدير تجديد المكتب، اما تعطى فيه الثقه الا بغاوه الناس مرحبا، وإلا ما تعطاتوش الثقه راه كينتخبوا اعضاء اخرين. هادو لا شادين البلاصه ما بغوش يتخلاو عليها. المشكل فين كاين؟ حنا ماشي المشكل هنا، كون هاد الناس خدامين ما غتلقاش هاد الناس واقفين هنا. هاد الناس كانوا ما خدامينش، ناعسين، ما باغيين يديروا حتى شي حاجه. ناضوا الاخوان المنخرطين داروا وقفه امام العماله، والسيد الكاتب العام عيط على بعض المنخرطين والمكتب دخلوا عنده اشناهو المشكل. قال لي اودي راه كنحطوا الدوسي ديالنا وكيترفض. قال لي علاش كيترفض؟ قال لي كاينين الناس غايبين. قال لي والحل ساهل، غادي السيد يتصاوبوا لنا شهاده القيم وان شاء الله المشروع غادي يخرج للوجود، غيتجهز.
مشينا حنا كنتسناو شهادات القيم هذه دابا مده واقيلا على ما سنين كنتسناو هاد شهادات القيم هاد المكتب ما كيقولش لينا فين وصلت هاد شهادات القيم بفضل تماما بفضل المجهودات ديال شي منخرطين استطعنا نتوصلوا للاحكام ولاو احكام هاد الاحكام اش طاري فيها هاد الاحكام كاين الرسوم اللي تابعه للوداديه غادا تتباع بالمزاد العلني وفلوس كثيره اللي غتتباع يعني واحد مخلص فلوسه وغادا تتباع ليه حقه غادي تتباع في المزاد العلني غادي يتباع في المزاد العلني شنو دير بهذا السيد اسمح لي يا شريف بغيت نعرف شنو دير بهذا السيد هذا اللي مخلص 10 مليون وفي الاخر رزقه غادي يمشي ليه في المزاد العلني الله اعلم هذا خويا باقي معلق والناس وكيف ما قالوا الناس شنو السبب اللي خلى رزق هاد الناس هادو يتباع في المزاد العلني هادشي اللي بغيناك تجاوبنا استاذ دابا دونك طلبوا منهم هذيك شهادات القيم مشاو هما بغا يجتهدوا ويديروا ياخذوا ديك شهادات القيم هذيك شهاده القيم دابا اللي غادي يشرح مزيان علاش دخلت المزاد العلني هو المكتب والمكتب ما كيجيش يوضح لك ويقول لك علاش دخلت المزاد العلني اللي فهمنا حنا في العود دابا فاش كيطلب غادي طالبين هذيك شهاده القيم ولات بانوا الناس هاد شهاده القيم في من كتكثر في الناس اللي غايبين وما كاينينش باش المحكمه مجهولين باش المحكمه كتحافظ لهم على حقوقهم اذا ولاو الناس بانوا هما ماشي مخفيين ما كانوش باغيين يدخلوا للوداديه ومن حقهم حتعرفوا الوداديه ما كاينش الشفافيه ما بغاوش يدخلوا المحكمه ولات حكمت جا خرج خبير وشاف الارض لقاها غير صالحه لقى سمحت خصهم يعطيهم النصيب ديالهم حكمت باش تباع في المزاد الاعلاني انا اللي حدي الان حنا بالمجهودات ديال المنخرطين هما ما كيقول لنا والو توصلنا بحد ثلاثة الرسوم غادا تتباع في المزاد الإعلاني ورحنا عندنا لي نيميرو ديالهم ولكن المساحة ما عارفيناش خصنا نمشيو للمحافظة ونشريو شهادة باش نعرف المساحة ثلاثة الرسوم رسم حداته المحكمة بداية الثمن ستادير الابتدائي بخمسة الملاير وسبعمية مليون سنتيم 5 المليار 5 المليار و700 مليون واحد جوج المليار و600 واحد مليار و100 تقدر واحد الفلوس صحيحه دابا الغريب في الامر هاد الاراضي الا تبعت شكون اللي غادي ياخذ الفلوس شكون اللي غياخذها واش المكتب واش المنخرطين هادشي ما معروفش خص توضيح منين من المكتب الشريف واش نقدر نقول بلي تعرضتوا عمليه نصب من طرف الوداديه هادي ولي حد الان حنا عاطين فلوسنا راه كاين اللي 20 عام وعاطي فلوسه شكون غيعوضكم على هاد الفلوس هذا الشريف باش تشد الوداديه كاينين باقيين ولا لا كما قلت لي الوداديه دابا الرئيس ديالها ما بغاش يفتح معاكم حتى باب الحوار والو نهائيا وإلا قال دار شي جمع عام هو يجيب لنا الدلائل بانه دار جمع عام وعطى تقرير مالي وادبي كيتهرب من التقرير المالي والادبي حنا كبدايه حبيا مشينا لعند السيده القائده وعيطت عليه وقالت لي برك مع الناس وملي كيخرج من عند السيده القائده كيخرج برا كيولي واحد اخر كيقول لك سيدي ما نريحش معاكم كتبنا ولكن راه حقكم هذا الشريف راه ما حقه يجلس معاكم راه قانون هذا شوف السيد راه قانون هذا دابا هذا السيد شكون هو اللي غادي يطبق عليه القانون ويقول لي ريح معانا ما كاين حتى واحد حنا مشينا للجهات المسؤوله كتبنا للسيد العميل ما كاينش رد باشا ما كاينش رد القائده اللي فاتت هذه ماشي هذه اللي كاينه دابا حنا كنتسناو الله واعصى تعيط لنا على الاقل هذا السيد هذا باش يدير معنا اللازم من بعد هادو ما داروا معنا والو التجأنا للمحكمه درنا دعوه في المحكمه الاولى ترفضات الثانيه درنا شكايه هي دابا باقا عند السيده الوكيله غنشوفوا واش غتقول فيها الى حتى هي دخلتها للحفظ كيبقى حقنا عند الله سبحانه وتعالى خصنا نعرفوا فين غنمشيو كلمه توجه رئيس الوداديه الا كان كتشوف انا الكلمه اللي غادي نوجه للسيد الرئيس هو يطبق القانون الداخلي يدير جمع عام ويعطي تقرير مالي وادبي نشوفوا فلوسنا واش كاين شي ناس استفادوا من الوداديه ولا شي واحد مستفاد لا في العهد الاولاني انا كنت الرئيس الاولاني العهد الاولاني استفادوا الناس استطاع يخرج واحد الشطر الاول
دابا حنا اللي كنقولوا لهذا ما كنلوموش علاش ما خرجش المشروع، يجي يقول لنا المشكل ديال المشروع. الا كان المشروع فايتو هو وما غاديش يتحل، استادير كاينه مشاكل، خصنا نقلبوا على الحل البديل، ماشي الناس تبيع ليها الاراضي ديالها وما يستافدوش. خصنا راه كاين حل بديل، كاينه فلوس كتدخل وفلوسنا عنده، فلوسنا اللي شحال عطيتو ديال الفلوس انت شخصيا؟ شحال عطيتي ديال الفلوس؟ انا 100000 درهم. عشرات المليون. عطيت 7000 و انا عطيت 11 مليون. ناخذ كلمه ديال السيده حتى هي. خشي السلام عليكم، انت تشعرت الناس من طرف هذه الوداديه هذه؟ تقريبا بغا يعرفوا. بغيت نوصلك اخي هذا الشيء، هذا الجيش كنقولوا لك راه ثمن جيز، اما الارض راه مخلصينها لمالها حنا. هذا الشيء غير جيز. هذا جيز. اما هما راه ما كيبيعوا لنا ارض، ما كيبيعوا لنا ابارتوم، حنا مخلصين الاراضي ديالنا. هذا كيجهزوا. غير يسهروا على تجهيز الارض، وهذه راه اقدم وداديه في المغرب. ماشي محمدية، في المغرب. هذه اقدم وداديه وما قادرش تجهز ارض. والمسؤولين هنا في المحمدية ما بغاوش يعطيونا حفظنا، حتى شي اداره مشينا لها وعيطوا علينا وتسمحوا. ناخذ الكلمه ديال السيده الشريف. السلام عليكم. عاودي لنا من الاول، من بعد ما دوزوا العيالات كاملين عامين يطلص بلي تعرضتوا لها. كيفاش تصوم فيها قول؟ كيف قال السي حليم؟ دابا على كل الناس تقريبا كلشي مخلص الارض ديالو، يعني مخلص على بواحد قدر، يعني مخلصينها برزقكم حقكم هذا، وعاد عاطين المبلغ ديال التجهيز اللي كيتجاوز حسب البقعه ديالك. شحال حاطه انت؟ انا حاطه 11 مليون ديال التجهيز والاوراق ديالي كلها. 11 مليون غير باش يجهزوا لك الارض ديالك؟ التجهيزات فقط. كملي لي هادشي. وهادشي تقريبا نص المنخرطه او الى ما بغينا نقولوا ثلاثه اربعة المنخرطين كلهم حاطين نفس المبلغ ديال التجهيز. وهذه هي وكيف قال السيد اللي سوقني. نقدروا نقولوا بلي حسيتوا براسكم تحقرتوا مع هاد الوداديه هذه؟ قالوا تحقرنا وتنصب علينا وبزاف كاع الكلمات اللي بغيتي تقول راه كاينه. حاولتوا انكم تجلسوا مع الرئيس ديال الوداديه وتفتحوا مع باب ديال الحوار؟ نهائيا رافض. علاش رافض؟ راه من حقكم، راه وداديه، علاش منتخبين الناس اللي كتجي يقول انه هو انتخب راسه براسه كيف ما كتقولوا؟ ناخذوا الكلمه ديالك اسي. خويا انا من الناس الضحايا ديال هاد الوداديه. انا عندي البقعه ديالي رقم 140، انا دست انا في القرعه، القرعه جات فيا رقم 140، ها هي فينا هي الرقم ديال 140. دابا هاد الناس انا مادي لهم الواجب. شحال مادي تتشري؟ اجي انا 6 المليون و100 الف فرانك زائد 500 وشي حاجه ديال المهندس. واخا اسمح لي الشريف غنقاطعك، انت حاط 10 المليون، السيده حاطه 6 المليون، وحده حاطه 7 المليون. انا العبس اللي بقى. لكن اسمحوا لي التجهيز قلت ما كاينش، هاد الفلوس مشات. ما دابا هاد الناس هادو باقي من دابا 30 عام ولا 40 عام كيدو يجيبوا فينا، مره نلقاو البيرو مسدود، مره ما تيجاوبنا حتى شي واحد، مره كيقول لك سير للقهوه راه غتلقاهم. واش الجمع كاين هنا ولا كاين في القهوه؟ سير سول عليه في القهوه. كاين عندكم مقر ديال الوداديه راه هو. الوداديه مسدود. مره يزد مره ملي كتجي كيقول لك راه في القهوه البلبلي، راه في القهوه البلبلي، وحنا راه حنا عندنا وداديه، راه الناس كلها ضحايا. هادشي اللي شفتي راه 1400 اللي كاينه. راه شي مات، اللهم اغفرنا ولد، عدد ديال الناس ماتوا. وشنو السبب ملي كتجي عندهم كاع الا لقيتي شي واحد تيقمع؟ واش انا مخلص وعاطيني الرقم ديالي وناضوا عاطينها لواحد اخر؟ هذا واخا الشريف قبيلك تقالت، انا سمعت واحد السيده قالت بلي نعشوهم بالشيخات. كيفاش هاد القضيه؟ شي واحد عايره شي واحد قال لك شي شيخات؟ هما تيقولوا داك الشيء اللي بغاو، وهما داك الشيء اللي الا جيتي تقول له اعطيني حقي ولا شيء. راه وداديه هادي الشريف، هذا ما كيدوا على حقه. اللي يعطيك الحق فينا هو الحق، الحق ها هو رقم 140 ست سنين هادي ولا 7 سنين. وما كيتسالوا لي درهم، ما كيتسالوش ليا. وداو البقعه ديالي انا وسير طلع معاك دابا مباشره، راه ساكن فيها واحد اخر ونفس النمره رقم 140. نفس الرقم؟ نفس الرقم، ونمشي معاك دابا مباشره. نقدروا نقولوا هاد الوداديه كتلاعب بكم اسي؟ ماشي غا كتلاعب، ماشي غا كتلاعب. ما عطيناش الحق بصفه نهائيه، ما عارفيناش حنا واش كاينين ولا كاينين. بقاو كيقولوا لنا ما كيقول لك لا سير دير لنا التزام باش نوبوا عليك. واش حنا غادرنا لهم التزام باش ينوبوا علينا باش يبينوا لهم الحق ديالنا ولا يمشوا يديروا فيهم وما بغاو؟ يعني انت ما غادوا على حقك؟ انا كنداوي على حقي وعلى حق الاخوان كلهم اللي معايا. واخا ناخذوا واحد السيد اجا الشريف، اجا الشريف، اجا الشريف.
مرحبا ماشي مشكل هذه سنوات وعاك يكذب. كيفاش اخويا تواصلتي مع الوداد ديال نهار الاول؟ خويا عن طريق شي ناس وكنحس براسي غادي تنصب عليا. راه اديت واحد المبلغ ديال 25 مليون. سمعتي اخويا؟ انا مادي 25 مليون وهذا المكتب نصب عليا. 25 مليون تجهيز. المهم المبلغ الاجمالي 25 مليون. سمعتي اخويا؟ المكتب نصب عليا. حاولتي تواصل مع هذا المكتب هذا باش يرجعوا لك رزقك ولا يديروا معك شي حاجه. حاولت نتواصل معاهم ما كيعطونيش الحقيقه. كنمشي عند المهندس كيعطيني كلام، كنجي عندهم هنا كيعطوني كلام، كنمشي عند المهندس في كازا كيعطيني كلام. يعني شي كازا الدار البيضاء شي عنده في مقر. لا عندهم تما المهندس اللي متابع القضيه. دابا المهم خريطين غاديين في طريق والمكتب غادي في طريق. يعني ما كاينش حل هذا المشكل هذا الا ان هذا المكتب يتغير. النظريه ديالي ان هذا المكتب يتغير ويجي مكتب جديد ونتحاسبوا مع المكتب القديم. شكون ينتخب على هذا المكتب القديم هذا الشيء؟ ننتخب عليه. ولكن شكون اللي نصبوا رئيس؟ رئيس الوداديه هذا الشيء. ما حاضرينش. ناخذوا الكلمه ديالك الشريف تنشاف. بغيت نعرف انا الشريف السؤال اللي حيرني وشكون ينتخب هذا الرئيس هذا؟ انتم عارفين ملي كتقولوا لنا اتحاد مصر ينتخب عليه. لا حتى واحد ينتخب حيت الاغلبيه غير وراثه. اغلبيه الناس هنا غير وراثه، اغلبيه 30% 40% راه وراثه. ماشي مشكل. السلام عليكم. هذا من الناس المساعد الشيف. ابلاش ابلاش ماشي مشكل ماشي مشكل. شيف شيف انت انا معاه. لا غنسولك سؤال واحد. نسولك سؤال واحد. لا هو انا انت كتنوم على المكتب الشريف. شو الله يخليك. على لا لا اسمح لي انا نسولك جاوبني سؤال واحد. شكون ينتخب على هذا المكتب؟ لا اللي ينتخب على المكتب راه كلشي بنادم ينتخب عليه. ولكن هما تقولوا حتى حد ينتخب. هما الناس اللي ينتخب. اسمحوا لي اسمحوا لي. لا 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 شريفة. يعني هذا ماشي ضحايا ديال الوداديه. يعني هذا مع المكتب. هذاك مع المكتب. انا من الضحيه ديال الوداديه الوطنيه من 79 وكنتسناو فيه وفي مره كيقول لك سيري سيري من بعد سيري من بعد سيري من بعد. كنت في الخارج انا من المهاجرين. يعني انت مهاجره؟ انا مهاجره. كيفاش عرفتي كيفاش تعرفتي على هذه الوداديه؟ اسمحوا لي اخوان اسكت شي واحد دقيقه الله يحفظكم. ايوا كيفاش تعرفتي على هذه الوداديه هذه يا مولاي؟ سقينا ولدي جابوا لنا الناس قال لك تشري الارض جينا خدينا الارض. بقاو كيضحكوا علينا كيمشي ويديونا ويجي. اش داروا معاكم؟ كيفاش ضحكوا عليكم؟ ما داروا معنا حتى حاجه. ما داروا معنا والو. لا كيفاش ضحكوا عليكم؟ ما فهمتش. المكتب كان يمشي وكيقول لك سيروا من بعد. كل مره كيضحكوا علينا ما دايرين معنا حتى حاجه. احنا بقينا بعيد. وين السيد دابا اش قال لك عليكم انتم اللي انتخبتوا عليهم؟ ما انتخبينش حنا عليهم. عمرنا ما انتخبنا عليهم. الانتخاب ما كانش. احنا ما انتخبنا عليهم. ناخذوا عطيني الطريقه. انا غنجي عندك اخي. غنكمل لي وانا معاك. انا نجي عندك اخويا. احنا عمرنا ما انتخبنا عليهم. مرة انت خدنا حتى على مكتب مكتب ما كنعرفوش هذاك. كل مرة كيتبدل لينا واحد. سيري جي سيري جي سيري جي. ملي كنجيو من اوروبا كنلقاو ثاني الوضعية هي هذه. صافي هادشي اللي كاين هو هذا. يعني امي يمشي الارض ديالنا. واش نقدروا نقولوا بلي تحكرتي في بلادك امي يمشي؟ لا ما خصناش تحكروا ما خصناش تحكروا. واش ندمتي حاجة خديتي في الودادية هذه؟ نعم. واش ندمتي حاجة درتي شراكة مع الودادية هذه؟ راه ماشي زعما راه كالونا واش من 79 راه بزاف. من 79 لدابا باقي ما استفدتوش. ملي كنا شباب تشرفنا دابا. واخا. ولادنا كبروا ولادنا شفنا. ناخذوا الكلمة ديال السيد تاهو باش يشرح لنا. اجي اخويا قول لنا عاود لنا. صار سيدنا. اللهم امين شكرا. تبارك الله عليك شكرا. هذا اخويا كيفاش انتخبوا على هذا السيد هذا؟ باش نشرح. راه دابا قال لك دابا جا السيد قال لك انتم اللي صوتتوا عليهم. السيد هذاك السيد بوحده المهم عدوا فمه يقولوا. انا غنقول لك غير التتمة اللي قالوا الاخوان ديالنا طريقة باش
باش يقول حنا راه المكتب انتخبنا عليه. دابا كل عام كيجيو الناس من المهجر من برا، والناس ديالنا كيخلصوا الانخراط. داك الانخراط الانخراط كتخلص فيه 100 درهم. دابا واش كدير لا ليست ديال الانخراط؟ دابا ملي كتخلص الانخراط كيعطيك واحد الورقه اخرى كيقول لك سيني ليا في هذه. هذيك الورقه اللي كتسيني فيها انت ما كتعرفش ديالاش، علاش هاد الشيء؟ انا كنتبتها لك ولكن اسمح لي. لا غنكمل تقول لك دوا علينا وجوا علينا. دابا انت كلشي كتسيني ما عارفش واش بنادم ما قاريش. راه غتقراش ما كاينش. الاغلبيه ديال الناس ما قاريش. ولكن عندهم ولادهم، عندهم شي واحد كيقول عليهم قاري. حتى واحد ما يوقع تيقرا. هادشي اللي بغينا نقول. اللي طرا. دابا حنا هادشي باش غنعرفوه؟ ملي بركنا معاهم امام السيدة القائدة هما يجبدوا لنا هاد الاوراق. قال لك اسيدي ها هما الناس، ماشي حنا الاغلبيه هادو ما نسينيش لهم. قال لك ها هما الناس اللي كتهضروا كتقول لهم ما نسيناوش، ها هما راه عاطين الموافقة على المكتب باش يكون. قلنا له هادشي اللي كديروه راه كديروا هادشي راه زوير. قال لك لا سيدي عرفتي تموت. قلنا له واخا تموت، ها هو هاد المكتب بالنسبه للوداديه في القانون الداخلي ديال الوداديه، على شحال خاص المكتب يتبدل؟ على 3 سنين مثلا؟ ايوا من 3 سنين ديروا لنا خاصك دير واحد كتصيفط واحد الاستدعاءات للمنخرطين وتيجيو وتدير جمع عام وكتقرا فيه التقرير المالي والادبي. وديك الساعه الا كان الا الناس جدوا الثقه في المكتب كيخليوه يكون تصويت. ما كانش كنت تاخذ راي الجي عمرو ما دار هادشي. دابا غنكمل هادشي اللي قلت لك انا، هادشي قلت لك ما عمرو ما دار. وانا دابا حنا جينا حنا لحقاش قال لك واحد لجنه التحقق، هذه هضرت جوج سيمانات وقالت فهموا عندنا الفيديوهات، هضرت بان المكتب حقق كمل الشطر الاول وكمل الشطر الثاني والشطر الثالث. يخرج المكتب ويقول لنا هاد الشطر الاول والثاني اللي تحقق فينا هما. انتم ماكم مستفيدين ديال الوداديه، حاولتوا انكم تتصلوا بنا مع الناس المسؤولين باش عطاوكم شي اخبار على الوداديه هذه؟ كنمشيو للعماله درنا وقفه قدام العماله، مشينا عند القايد ما خلينا فيه، مشينا هذا المكتب ملغوم ما باغيش يدوي. كتقول لي عطاك كتقول لي قول لي فين، كيقول لك هادشي ما نقول هادشي كيقول لك سري بحال حنا كنصايبوا في النواوي هنا. ولكن حقك هذاك اشري حقك هذاك اشري باش من سري. ها هما ياك هاد الناس يخرج غا واحد يقول لك فين وصلت الحال. ها هما دابا حنا دابا نشاهدوا عليه من يجي يقول لك ها فين وصلت وكتطلب وما يهضرش معاك كاع ما يقولش كاش. انا من حقه يرد لك شي واحد بغى يخرج انا حق الرد ما حقه. انا كنقول لك دابا كنتحداهم يوقف تما ويقول الناس ها اللي كاين ها فين وصلنا ها فين وصلنا ها فين وصلنا يقولها والعرض شحال باقي فيها والتيترات اللي غيتبع وما يقولهمش. انا كنتمنى يخرج لنا دابا ويصرح للناس لنا دابا سير عدو دابا دوكا ويصرح لنا. ناخذ الكلمه ديال السيده حتى هي. السلام عليكم. انتيا انتي تعرضتي للنص من طرف الوداديه؟ انا ما تعرضتش للنص. الوالده ديالي تعرضت للنصب والاحتيال من طرف هاد الاشخاص اللي كاينين هنا. كل مره تيقولوا لهم خلصوا شي حاجه وهما كل عام تيخلصوا المده. الفلوس اللي كتشي من عام الفلوس كيديروا بها 30 عام وانا باقا صغيره وماما تتخلص كل مره. انا باقا تنعقل على هاد الشيء وباقا لحد الان. في الاخر قالت لك اجي الارض ديالنا راه تبنات فيها وهذا راه ظلم عدوان. يعني فوق الارض بناو ارضكم من فوق من الارض ديالنا تبنات وتباعت. يعني اشنو هذا الشيء؟ شنو تتسمى؟ تتسمى بان الدوله ما دايرهاش لينا؟ خاصها دير لينا حقوق ديالنا وتشوف هاد الناس اللي هما تينصبوا علينا بانها دير لهم حل. يعني هاد الناس خاصهم يمشيو للحبس من الاخر. انتوما كمهاجرين انتوما كمهاجرين حسيتوا براسكم تحقرتوا؟ حنا تحقرنا، حنا تنصب علينا، حنا هادشي راه ماشي معقول. يعني اوروبا تتعطينا حقنا وبلادنا ما تعطيهاش لينا، راه خاصهم يعطيونا حقنا ويعطيو للناس كاملين حقهم. راه ما يمكنش ما نخليوش هاد الناس النصابه يخسروا لينا السمعه ديال البلاد ديالنا. هادشي راه بزاف. راه هاد الناس النصابه هما اللي تيخسروا السمعه ديال البلاد، ما تيخسرها حتى شي واحد حيت حنا بلادنا زوينه. فهمتي؟ وما خصناش نسمحوا في الحق ديالنا وعمرنا ما غنسمحوا فيه. كنتمنى يخرج هذا السيد هذا ويعطينا. فاحنا كنتسناو فيه يخرج دابا هذا. الله يخرج يرد علينا دابا. خاصو يخرج ويعطينا الحق ديالنا دابا ويقول لنا فين بقينا. شي واحد يمشي عنده يقول لنا شي واحد. انا نمشي عنده كل صافي ماشي مشكل. السلام انت شوفي معانا كاز. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام حنا كنتسناو هذا الرئيس هذا ديال الوداديه انه يخرج ويتواصل مع الساكنه. يعني كما كتشوفوا معنا العدد الكبير ديال الناس اللي كيحتجوا في هذه اللحظات. يعني بزاف ديال الناس كلشي خارج كلشي واقف على قدم الوثاق باش انهم ياخذوا الحق ديالهم ديال هذه الوداديه هذه. كيف ما كتشوفوا معنا يعني حنا مازلنا ننتظر. يعني كيبقى كنتسناو هذا السيد انه يخرج ويعطينا حق الرد. فشوفوا معنا يعني احتجاجات كبيره لهذه الساكنه هذه. يعني الناس يقولوا ما غنسكتوش على حقنا. عرضنا في خطر هذا عار هذا عار عرضنا في خطر هذا عار هذا عار
ارضنا في خطر. يعني نساء رجال كلشي خارج يعني كلشي كيحتج فما باغيش يسكتوا على الحق ديالهم حتى واحد ما باغي يسكت على حقه يعني يقول لك رزقنا رزقنا خاصنا ندوي عليه يعني شوفوا معنا الشباب الكرام حنا لازم ننتظر المكتب واش غادي يرد ولا لا يعني قوم على مشاهدينا الكرام هذا عام هذا عام ارضنا في خطر هذا عام هذا عام ما كيبغيش يخرج لا لا من حقه بلا حنا كنشوفوا ماشي مشكل ماشي مشكل هذا عام هذا عام ارضنا في خطر هذا عام هذا عام ارضنا في خطر هذا عام هذا عام اجي قربوا نزيدوا كالطول تبعكم على زيك هذا عام هذا عام خاصهم يقولوا الحقيقه لعباد الله هذا عام هذا عام ارضنا في خطر هذا عار هذا عار ارضنا في خطر قول الكاتب ديال الوداديه يخرج ويعطي الناس يقول اشرح للناس يقول هالناس اشرح لهم في وسطك يقول لي ما يتخزلش الا تخيل خرج يا عمي لا لا زعما اسمع بلا ما تشوف الناس قدامك قول لي بالحقيقه شنو كاينه اول مره خويا غنزيو غنلقاو هذا المكتب بعدا محلول اول مره غنزيو غنلقاو هذا المكتب محلول يعني اول مره غنزيو غنلقاوك سير قلب عليه في القهوه سير فينا هو فلان سير قلب عليه في القهوه بقا تقلب عليه المقر ديال الوداديه فين كاين هو المقر ديال هاد الوداديه هو هذا من النهار علاش يقول لكم شو عندي القهوه باش نسولهم وما نسنتوا لا خويا انايا زيد في 90 من النهار عقلت على راسي وحنا كنجيو لهاد الارض السعيده ديما كنجيو هاد البيرو ديما مسدود يعني من النهار تزاديتي وتشوفوا هاد المشكله اللي كنت باغي يوجهك شي حل ما كاينش اخويا خلي الفلوس حاطين انتوما خويا شحال خويا حنا حاطين اي واحد حاط الفلوس ديالو ما كاينش اللي ما حاش ضروري بنادم كاين فما كيجر كيحط دمه باي حاجه كيحط اي حاجه كيحطها انا بنادم غير هاد المزيه اللي كيجي راه ما ساهلاش راه ما ساهلاش اخويا 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 اسمع انا نقولك الصراحه هاد الناس عايشين بهاد المشكل عايشين منه والله الا عايشين منه ما باغيش الحل يعني عايشين بفلوس خلاص عايشين بفلوس ديال المتخارطين والله الا عايشين بهم خاصهم عايشين بهاد المشكل واكلين منه كيستغلوا المتخارطين كيستغلوا المتخارطين ها هو ماشي مشكل وخاش مالو الاخوان ماشي مشكل واخاش مالو غنديرو ماشي مشكل تبان شريف لا ما بغاش يبان فاض من حقه ما بغاش يبان من حقه ماشي مشكل مرحبا من حقه قال لك عنده حق الرد قال لك مغارد راه ماشي مشكل صافي مرحبا مرحبا واخا تتعبدوا ولا ما غاديش تتعبدوش وكان غير تكونوا مشانه قول لهم وراه مريض قول لهم لا بلا هو كتبنا تحيد يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام انه فاض انه يدلي بصراحة لا لا ما عرفش الحق انا ما عرفتش على حسن الشيء لا ما ماشي مشكلة كما كتشوفوا معنا يعني ساكنة يعني كل شيء يعني خارج كل شيء واقف غنحاسبوا هاد الناس خصهم يتحاسبوا راه كنسمع على دابا قال لكم انه يمشي بحاله هو مستعد المغادره ولكن محاسبه هاد النقطه خصنا نسجلوا على الرئيس ديال الجمعيه ديال الوداديه قال لك انا غادي نخرج ولكن محاسبه هاد الناس خصهم يتحاسبوا محاسبه علاش محاسبه علاش محاسبه شحال
نحاسبوا شحال من مليار اللي تصرف فيها من ديال هاد الناس كلها. يعني المليار حاسب معانا ايه شحال من مليار؟ راه نعطيك الاستاذ عطيك شحال ديال الفلوس. فلا دارك فين مشات هاد الملاير كامله يا شريف؟ فين مشات؟ وراه هو اللي كيتصرف فيها اللي عارفها فين مشات. انا راه ما شايف فيها درهم. انا راه الخيرات ديال 100 درهم في العام شادينو ديال 30 عام هذه ولا 40 عام اللي انا كنعطي 100 درهم. انا لا كيسالوني شي حاجه. إذا كيسالوني شي حاجه يبركوا معايا الارض. محاسبه. يعني ما تخشوش على حقكم اشري. محاسبه. معايا لا محاسبه. إلا محاسبه. إلا محاسبه. ماشي غادي يقول يخرج. محاسبه. ماشي غادي يقول يخرج. راه واخا. واحد السؤال آخر واحد السؤال آخر. يعني بزاف ديال الناس يقول لك فلوس تجيز فين مشاو. هادشي اللي بغيت لكم تجاوبوا عليه. فلوس تجيز غاب على لا هي ولا ابن ديال الواحد. فين هي؟ فين هي؟ ولكن دابا راه ولينا في مشكل آخر. فلوس الأرض. لا أرض. ما فاهمين والو. هاد الناس كلهم مجموعين فينا هي الفلوس فينا هي الارض فينا هو المكتب اللي غيخرج. ولكن بغيت تشرح لي حتى واحد القضيه خويا كيفاش ان الناس واخدين الارض وجا واحد اخر يبنوا فوق منه وسكنوا فيها. راه هذا هو المشكل. ملي كطلب منهم يشرحوا لك يقول لك حنا حتى واحد ما شرحوا حتى شي واحد. داكشي حنا عارفينه وحنا كونوا هانيين. حنا 40 عام وحنا هانيين احنا الحمد لله. كل خلى في واحد فيلا ديالو. احنا راه ما نسمحوش حتى شي حاجه. كنتمناو هاد الناس يخرجوا ويعطيونا الراي ديالهم ويعطيونا فين مشات الارض ديالنا. حنا ما تسبقناش. انا جاي عندك كم يمشي دابا؟ انا معاك. من 79 وحنا كنتسناو في هاد الارض هادي ما كايناش. فين ما جينا كيقول لك ما كاين والو. فين ما جينا كيقول لك ما كاين والو. دابا يخرجوا. علاش مضربين؟ ما يضربوش يخرجوا. حنا اللي درنا. انا في الارض الانسان الا ما كان في كشوف حتى شي حاجه ما كيخرج. انا كنتسنى. اي حاجه. ولكن هما قال لكم حنا نمشيو بحالنا. قال لك بغيتو باش نبقاو نمشيو. المحاسبه. يعني محاسبه حقكم. بحال هادي ومن دابا نخرج عليا. يعني خاص التعويض اللي رزق لي ضاع عليكم. التعويض اللي دا شي حاجه خصو يجي من يمينا. اللي دا شي حاجه خصو يجي من يمينا. وادي الحبس ما كاينش. على والو. على انصت ما كاينش. ما يخرجوش حتى يتحاسبوا معاهم. شكرا. شريف السلام عليكم. السلام. المهم انت شحال وانت ساكنه هنا كما كنشوف انك مراه كبيره. شحال وانت مع الوداديه هذه؟ 44 عام. 44 عام وانت في هذه الوداديه هذه؟ انا راني شاري ولدي اللي شاري. ولدي. ولدك اللي شرالك؟ ولدي اللي شاري هنا معاهم. اها. شاري ب 34 مليون وعاطي المليون المبلغ 2 مليون الغبير الظاهر. 36 مليون يدوا لكم. ايه والله راه كاينه. شكون اللي عوضكم على 36 مليون امي يمشي؟ هما هما اللي تعوضنا. راه كاينه تعطلت. النمره ديال الطلال راه كاينه. يعني عندكم النمره ديال الدار عندكم كل شيء. واخا ناخذوا كلمه ديال السيده باغا نعاودنا ان شاء الله. حنا غنسكتوا غير فين ما توصل. يعني انا كامل الثقه في القناع المغربي. واحد نفس الساعه ان شاء الله غادي يوصلنا للمراد ديالنا. يعني حرامات الناس اللي تجي تخاف عليها. كبيره مسكينه خارجه حتى هي في هذا الشمس. حنا كنتمناو الله يعطي سيدنا الصحه ويعطيه الطول العمر ويشد ليه في وليداته والله يحفظ لنا سيدنا. حنا بلادنا زينه وبلادنا مخيره ولكن هاد الناس هادو راه نصبوا على الناس. راه ما عرفتش انا علاش ما عرفتش فين داروا. ما تسمحوش ليهم. انا ما نقدرش نسمح ليهم. انا ما غنقدرش. ما غنسمحوش ليهم. انا غنتبعهم حتى اخر ما حتى اخر عمري. يعني شكرا للمشاهدين. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام العدد الكبير ديال الساكنه اللي مضرورين فلهم حق الرد. المكتب هذا ديال الوداد اللي بغاو يردوا من حقهم. يعني كما كتشوفوا ان الناس تعرضوا لعمليه النصب. يعني كاين اللي تنصب عليه ب 20 مليون كاين اللي كتنصب عليه ب 20 مليون كاين اللي تنصب عليه بقشر. فكنتمناو من السلطات والناس المسؤولين في مدينه محمديه يمشي يدخلوا على الخط ويديروا حل لهذه المعضله هذه. خاطر لا يمكن ان امراه مسكينه في عمرها ازيد من 70 سنه وباقا واقفه كتحتج علاش على 36 مليون اللي مشات لها. الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه شوف تيفي نكشف في هذا القدر على ان نلقاكم باش مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.